دراما رمضان كلها بتتابع دراما رمضان والمسلسلات وكل حاجة طبعا أكيد، يعني دلوقتي واخدة المنحنى التصاعدي والحلقات دلوقتي خلاص ابتدأ فيها إيه يعني سخونة كده، كل واحد مستني الحلقة يعني كل يوم عن التاني عشان خاطر نعرف إيه الأحداث الجديدة. مسلسل نوران يعني لعبة نيوتن على ما أعتقد، يعني مكسر الدنيا المسلسل ده بكل أبطاله، كل الناس اللي شاركت فيه كل الناس حقيقة. يعني ما فيش حد فيهم ما شاء الله يعني مش عامل دور مؤثر، كلهم عاملين أدوار على أكمل وجه كلهم. صح، يمكن الدور يمكن الدور اللي لفت نظرنا جدا هكون ضيفتنا منورانا كمان شوية على التليفون، وهي الفنانة فاطمة عبد السلام. هي كانت طالعة كده اختصارا يعني للموضوع، للي ما شافش أو مش متابع أحداث المسلسل قوي، هي كانت طالعة الأكس بتاعت حازم اللي هو طبعا اللي بيجسد دوره الفنان محمد ممدوح تايسون في المسلسل، وهو زوج منى زكي. وهي يمكن الناس لما تتابع المسلسل وأحداثه تفتكر إن هي شخصية شريرة جدا، لكن يعني من الواضح إنه لا، هي ممكن يكون في جانب آخر للشخصية دي. ده غير طبعا إن فاطمة عبد السلام ليها فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب، وتعمل محتوى دمه خفيف جدا وفيديوهات خفيفة لكن فيها رسالة برضو. والله يمكن هي من الوجوه الصاعدة الواعدة في عالم الفن أو بالأخص يعني في الدراما، لكن على السوشيال ميديا هي ما شاء الله يعني لا متواجدة، وكمان بتعمل فيديوهات دمها خفيف جدا. طيب ما تيجي الحاجات دي، تعالوا بقى نروح نشوف، نروح نتفرج كده ونتبسط. يلا بينا. ما تقبليش وراها. طيب احنا معانا بقى الفنانه فاطمه عبد السلام على التليفون عشان نعرف منها اكتر دورها في مسلسل لعبه نيوتن، وكمان الفيديوهات اللي بتعملها والمحتوى اللطيف جدا بتاعها. يا فاطمه ازيك؟ مساء الفل، ازيكم؟ انا سعيده ان انا معاكم النهارده. احنا كمان مبسوطين جدا بوجودك معانا. انا بس عايز اسالك سؤال، يعني دلوقتي انت عملتي فيديو فيه 10 انواع من الرجاله نبعد عنهم. طب يا فاطمة دلوقتي لو احنا بعدنا عن العشر انواع دول، ولا هيبقى في جواز، ولا هيبقى في ارتباط، ولا هيبقى في حاجة؟ والله العظيم والله ما تقلقي انت، بس ابعدي عنهم وهتلاقي الحاجات الكويسه، الناس الزبد الكويسه ظهرت قدامك على طول. يا مسهل. والله يا فاطمه طبعا الحمد لله على السلامه، يعني نورتينا جدا. اي نعم الدخله بتاعتك معانا بالفيديو يعني مبشره برضو الحمد لله. لا انا عجبتني الدخله بتاعتك، بس فاروق عنده راي تاني، انت هو مناصر للراجل قوي. لا كنا بنتكلم بصوت عالي برضو عشان تشاركونا، يعني ان احنا بنقول يعني ليه الراجل في مرحله معينه وقت الخناقه او وقت مثلا مشكله هو سبب فيها، لما بيلاقي ان ممكن اللي قدامه بيعلي صوته هو كمان بيعلي برضو الموضوع ويروح في اتجاه تاني. فبقول لها لا، هو الراجل بطبعه كده ما بيحبش حد يعلي عليه حتى لو في الصوت. حتى لو في الصوت يعني. والله يا فاروق مش كل الرجاله زي بعض في رايي، ولا كل الستات طبعا زي بعض طبعا. يعني في رجاله بالنسبه لهم في بعض المسلمات المجتمعيه كده موجوده عندهم، مش يعني مش بيعيدوا تقييم الامور، يعني مزبوط. احيانا في حاجات تورثناها كده، تورثها الاجيال، لها علاقه بمكانه المراه انها تحت سنه، فما ينفعش تعلي صوتها او ما ينفعش تتناقش لكن لو احنا قعدنا تقييم الامور دي وسبناها خالص من اي موروثات، هتلاقي انت هتبص هتلاقي هي بني ادم، هتلاقي حبيبتك اللي انت بتحبها دي بني ادم زيها زيك، مطلوب منها في كل الاوقات زيك برضو انها تتمالك اعصابها وتاخد امور بمنطقيه وكده، واحيانا كاي انسان عادي ممكن تخرج عن شعورها كاي انسان أكيد. عادي برضو، ما هي بني ادم برضو عندها مشاعر. أيوة. يعني مش أيوة. هي مش تلج ولا تمثال. ومش أكيد. كل الرجاله متمسكين قوي بالموروثات بتاعه ان الست اقلد، يعني دي حاجه اصلا كلنا كمجتمع محتاجين نتخلص منها، بس في رجاله كتير فعلا تخلصوا منها وما بقاش عندهم المشاكل بتاع لا هي ما تعليش صوتها، لا ما تعملش مش عارفه ايه، لا تاخد راي الاول، ما بقاش عندهم المشاكل دي خلاص. يمكن الحاجات اللي هي اللي كان فيها كلكعه شويه هديت عن الاول خالص، ويمكن كمان تلاشيناها دلوقتي بالنسبه للاجيال الحديثه. مش عايزين نعمم برضو لانه لسه في فئه وفي ناس ما زالت عندها الافكار دي، وفي رجاله عندهم الافكار دي، ويمكن في انفصال كتير بيحصل بسبب المعتقدات اللي هم بيتربوا عليها من صغرهم، فاحنا برضو لسه ما تخلصناش منها بنسبه كبيره. ما تخلصناش، لا في البعض تخلص منها وفي الاغلبيه لسه ان شاء الله. ان شاء الله على ايديكي بقى من خلال فيديوهاتك الحلوه. طيب خلينا نتكلم عن مسلسل لعبة نيوتن، انت طالعة دور في ناس برضو بتتكلم على انه يمكن دور شرير شوية او ليه وجه اخر، ودي اول مشاركة ليكي في عمل درامي صح؟ ايوه حقيقة فعلا. كلمينا عن كواليس المشاركة بتاعتك، ازاي تمت وازاي اتفقتي على المسلسل ده من البداية؟
شور شور. هو هو انا شفت الاعلان على فيسبوك لاستاذ سامر محسن، كان عامل اعلان ان هو بيعمل كاستنج لادوار في المسلسل الجديد بتاعه. تمام. وبعته وهم بعتوا لي على دور ندى، وده من حظي السعيد ان انا ابقى في مسلسل بالجوده والفنيه والنجاح ومع ناس كلها فاهمه هي بتعمل ايه بالمنظر ده. فكان حظي حلو ان اول مشاركه ليا بصراحه تبقى معاهم يعني. حلو قوي ما شاء الله. دلوقتي يعني يا فاطمة المسلسل واخد يعني ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وحتى كمان في القنوات كلها، يعني الناس كلها بتتابعه أول بأول ما شاء الله. قوليلي أول حاجة كده عايز أعرف منك، ما كنتيش قلقانة من أول دور تعمليه؟ وبرضو خلي بالك دورك مهم جدا، وعلى ما أعتقد برضو هو ليه تكملة الفترة اللي جاية. هو بالنسبة ولا هو وقف؟ انا ما قلتش الحاجات بتاعه الفتره الجايه. انا هحاول اسلسل منك واحده واحده. هحاول اسلسل منك معلومات واحده واحده علشان المسلسل مثير جدا جدا، فدايما اي حد بيحاول يبقى عايز يجس النبض كده في اللي جاي، فانا ما بحبش ابقى جزء من من الاخر يا فاطمة. هيرجعوا لبعض ولا مش هيرجعوا لبعض؟ انا مالي يا عم، ماليش دعوه بالكلام ده. ابوظ المسلسل على مصر، ده انا هبقى الشريره الحقيقيه يا فاطمه. والله انا طبعا انا كنت سعيده جدا، انا من زمان وانا عايزه امثل، من زمان من وانا صغيره يعني. تمام. والدنيا اخذتني، درست اخراج ودرست فن تشكيلي وبقيت ورا الكاميرا اكتر وفي البرودكشن تيم اكتر. ولكن انا طول عمري هو ده الحاجه اللي انا نفسي فيها، ودايما بقعد كده كواحده بتشتغل اوريدي في المجال، اقعد اشوف مين المخرج اللي بحب شغله ومين المخرج اللي يمكن ما احبش شغله قوي كذوق شخصي يعني. فتامر محسن كان من الناس اللي انا بحب شغلها قوي. هو ويعني كان في ناس كده بتمنى ان انا يبقى هي دي يعني اشتغل معاهم. فحظي كان حلو، فكنت سعيده، ما كنتش خايفه ابدا، كنت سعيده جدا جدا ان انا اخد دور باهميه ندى، لان اي ممثل يعني بيبقى مش يعني بعض الممثلين بيفرق معاهم حجم الدور، لكن انا بالنسبه لي كان فرق اهميه الدور، وان هو بيبقى محرك للاحداث. صح. يبقى فيه شويه تمثيل كويس. فعاليته للدور عامله ايه، او للاحداث مجرى الاحداث اخبارها ايه حقيقي يعني؟ فما كان يعني ندى الليثي يعني لها تاثير مهم جدا في العلاقه ما بين حازم وما بين مراته. بالظبط. وده كان بالنسبه لي اهم حاجه، ان الدور لو شلته من المسلسل ما ينفعش. فدي حاجه من الحاجات اللي مخلاني متحمسه جدا، ان الدور اكشلي مهم. طيب فاطمه، انت بتقولي انت بتحبي التمثيل جدا وكان نفسك تاخدي الخطوه دي، لكن يمكن كمان والدك يعني شيخ المسرحيين الاستاذ حسن عبد السلام، ايه اللي خلى القرار بتاع دخولك التمثيل يمكن يتاخر شويه بالنسبه لظروفك، ان انت والدك يعني شيخ المسرحيين وعمل مسرحيات كتيرة ومهمة جدا جدا ومن علامات المسرح يعني في مصر؟ أيوة حقيقة، هو بابا يعني كان الله يرحمه مخرج عظيم جدا، ولكن هو كان له تأثير مباشر جدا في أن أنا ما بدأش أمثل في سن صغير. يعني هو كان بيحاول دايما يبعدني على الطريق ده، على الرغم أنه هو كان شايف اهتمامي شديد بده، بس هو يمكن كرجل شرقي كان عنده الحته دي حساسه شويه. ومع السنين انا ما قدرتش ابدا اتخلص من رغبتي دي، يعني على الرغم ان انا كل دراستي كانت فنيه، خدت بكالوريوس تصوير زيت من فنون جميله، وبعد كده درست الاخراج في معهد السينما وتخرجت منه في 2009. ما عرفتش ابدا مهما عملت في الفن ان انا اتخلص من حته ان انا عايزه امثل. دي حاجة أكتر حاجة بتمتعني في حياتي، وهي الحاجة اللي أنا مهما جريت منها هي جريت ورايا في الآخر يعني. هي موهبة بقى لعبت دورها دلوقتي الحمد لله، وده شغفك اللي أنت حباه وده حلمك يعني. دي حقيقة. طيب دي حقيقة. هنا برضو الوالد مثلا ما فكرش في يوم من الأيام لما كبرت شوية ممكن تشاركي في إحدى العروض المسرحية في إحدى الأعمال الدرامية، ما صادفش مثلا في وقت من الأوقات كان ممكن بتقولي له الكلام ده وأنا طفلة أو لسه صغيرة شوية، فليه لأ يعني؟ والله لما يعني في أواخر حياة بابا كان بدأ يدرك يعني إن دي حاجة ما فيش مهرب منها، وكان بيقول لي يمكن في يوم إن إحنا نعمل حاجة سوا أو إن تمثلي في مسرحية من مسرحياتي أو كده، بس ما حصلش نصيب يعني. هو حتى بابا اتوفى قبل ما ابدا خالص اخد خطوات
في ان انا اعمل فيديوز على السوشيال ميديا او ابدا اخد التمثيل بشكل جد يعني. طب انت ناويه تكملي فيديوهات على السوشيال ميديا واليوتيوب ولا خلاص كده اكتفيتي وهتبداي تركزي في مجال التمثيل؟ انا فيديوهاتي بستمتع بيها لسببين. اول حاجه ان انا بعبر عن اللي جوايا وعن رايي، بحاول لو انا يعني امباور يعني تدفعي او يعني تقوي الفكره اللي عندك. بالظبط، ان انا كمان ادعم الستات التانيين والبنات الصغيرين في ان هم يبقوا عارفين ان ممكن قرارهم في ايديهم وان هم ياخدوا خطوات صح وان هم ما يقبلوش اوضاع ممكن تسيء ليهم وان هم يعني يخافوا على نفسهم ويحرصوا دايما ان هم يحققوا احلامهم. فبالنسبه لي ده بيعمل رضا في منطقه مهمه جدا عندي، هي ان انا اشجع الستات الاخرين ان هم يعرفوا يعني ياخدوا بالهم من نفسهم. والناحية الثانية ان انا برضو بمثل في الفيديوهات وبقدم محتوى انترتيننج ومسلي للناس والناس بتحبه وبتضحك لما بتشوفه كده، فبستمتع في الحاجتين، انا بمثل وبعبر عن رأيي، فما اظنش ابدا ان انا هوقف ان انا اعمل كده. برافو عليك. مقلة جدا برضو في ان انا اعمل فيديوهات، انا بعمل فيديوهات كل فترة طويلة بيبقى عندي شغل وعندي حاجات تانية، لكن بستمتع قوي بده، فيعني الاثنين يمشوا مع بعض هيبقوا تمام. حلو قوي. طيب هو شغلك الحالي برضو يعني هو ان شاء الله التمثيل، هل في حاجه تانية خلف الكاميرات مثلا؟ انا بشتغل دوبلاج بقالي سنين طويله. في الاول كنت بترجم وبقعد يعني سكريبت واغاني يعني لكرتونات يعني لرسوم متحركه مشهوره جدا. تمام. ودلوقتي انا بمثل وبعمل فويس اوفر بقالي سنين في القصه دي، فبرضه هي حاجه لها علاقه بنفس المجال. بس هو ده دي اكتر حاجه انا بعملها يعني. حلو قوي. طيب فاطمة كلمينا بقى عن كواليس المسلسل نفسه، مسلسل لعبة نيوتن مع الفنان محمد ممدوح تايسون. هو يعني يعني مهما نتكلم عنه هو عنده موهبة فنية كبيرة جدا بتظهر في أي عمل فني هو بيعمله. كمان منى زكي يعني مكسرة الدنيا في رمضان، وهي كمان أنا بحبها جدا، هي فنانة شاطرة جدا ومجتهدة. كواليس بقى التعامل مع محمد ممدوح، منى زكي، تامر محسن نفسه كان عامل إزاي؟ هو في الحقيقة يعني الكواليس برضو من الحاجات اللي أنا مش بقول الكلام ده خلاص، زي ما كل الناس تطلع الكواليس كانت لذوذة ومش عارفة إيه وبقى حلوين وبتصبع صحاب قوي لزاز قوي بيضحك قوي الجو ده بالظبط. لكن في الحقيقة حظي حلو قوي لأن كل الكرو بما فيهم المخرج والممثلين والتصوير والإنتاج كلهم فعلا ناس كويسة وراقية جدا في التعامل. ودي حاجة كانت فارقة معايا جدا، ان يعني في رقي في التعامل وفي رغبه جماعيه في صنع عمل فني قوي من ناس كلها موهوبه وكلها شاطره في اللي هي بتعمله. فدي حاجه كانت برضو من حظي الرائع ان دي تبقى ان انا اشاركهم الشغل في مسلسل زي ده. حاجه مريحه بالنسبه لك يا فاطمه؟ تماما تماما تماما. اولا الاستاذ تامر محسن راجل هادي الاعصاب و لطيف في توجيهه للممثل جدا جدا، وهو بشكل عام انسان راقي ومهذب جدا جدا. فهو كمان حتى يعني لو دوري مش كبير، دوري دور صغير في المسلسل، لكن هو بياخده في غايه الاهميه. هو مثلا دور ندى بالنسبه له دور مهم جدا، انه يقعد معايا ويفهمني الخلفيات الشخصيه ورغباتها وافكارها واحلامها والانتنشن بتاعها حتى في اي كلمه بتقولها. تمام. فالاهتمام ده اظن هو واضح للناس كلها. كل اللي بيتفرجوا على المسلسل هم حاسين بالاهتمام ده بكل كادر في المسلسل. والله يا فاطمه يعني فعلا يعني بدايه موفقه ليكي ان شاء الله، وتكسري الدنيا الفتره اللي جايه، وبجد يعني برضو وصلت لنا من الكام مشهد اللي انت قدمتيهم الفتره اللي فاتت لحد ان شاء الله بقى ما نشوف المشاهد الجايه باذن الله. يعني شطارتك قد ايه كانت واضحه جدا، وكمان بساطتك في توصيل كل حاجه باحترافيه جدا. شكرا جدا ليك يا فاطمه. شكرا جزيلا. انا سعدت جدا بالكلام معاكم النهارده، ده شرف لينا، نورتينا جدا. كل سنه طيبه. شكرا جدا ليكي. اكيد الحاجه الحلوه نقول عليها طبعا يعني لا مبذول فيها مجهود كبير وواضح جدا. وفاطمه حتى من المشهد اللي كانت اللي هو كان فلاش باك متهيألي على ما اعتقد، كان واقف محمد ممدوح مع منى زكي وهي كانت بتشتري عسل، وهنا بان قد ايه شويه انفعالات انت ما فهمتيش حاجه، تايسون اتوتر وهي بتوضح شويه تفاصيل انت شايفه وراها في باك جراوند موجود.
هيظهر بقى الحلقات اللي جايه ان شاء الله، ده اللي هنعرفه اكيد. كان نفسنا تحرق لنا حاجه كده، ما انا حاولت اعمل بقى شاطر كدا. واشتغل بقى جو المذيعين، عارفه اللي هو ايه، اسرسب معلومه معلومه بس فاطمه طلعت اذكى مننا.